بسم الله الرحمن الرحيم. انا يارا خلف اكلمكم عن كنيسة اورسا ميكيلي. الكنيسة بتقع في وسط ايطاليا في فلورنسا. اتسمت كده بسبب ان الكنيسة الاصلية كانت بتحيط بها حدائق الدير القديمة والتي خصصت سانت مايكل، ومن هنا جاءت تسمية اورسا ميكيلي ومعناها حديقة سانت مايكل. في القرن الثامن كانت دير للراهبات هدم سنة 1239. سنة 1290 بنيت مكانها لوجيا اللي هي ممرات مغطاة لسوق الحبوب. سنة 1304 تعرضت اللوجيا دي لحريق شديد، فكلفت نقابة الحرير ببناء لوجيا جديدة. انتهت سنة 1336. نقابة الحرير دي كانت من ضمن النقابات بتاعت المهن الرئيسية، عشان في إيطاليا زمان كان في نقابات للمهن الرئيسية ونقابات تانية للمهن الصغرى. المهم انه عيد بناء اللوجيا دي مرة تانية، وفي اواخر القرن الـ13 تقرر إعادة تحويل اللوجيا دي لكنيسة مرة أخرى، فقفلوا الأقواس وأصبحت الكنيسة في الدور الأرضي، وقرروا أن كل نقابة يكون لها تمثال شفيع بيزين الواجهة الخارجية. حصل تجديدات في الكنيسة في منتصف القرن التاسع، وتم إزالة التماثيل من المحاريب الخارجية ونقلوها للمتحف في الطابق الأول والثاني، وعملوا نسخ ليها في الخارج. في صورة هنا، الصورة دي بتوضح شكل اللوجيا قبل ما تتقفل، قبل ما تتحول لكنيسة، وهي كانت ممرات مفتوحة. هي مش هي دي، بس دي صورة شبه الشكل ده. عندنا في الصورة، الصورة اللي هنا دي بتوضح ازاي ان هما كانوا بينقلوا التماثيل. والصورة دي كانت في الحرب العالمية التانية، كانوا مغطين التماثيل عشان كانوا خايفين ان هي تتدمر، لان دي كانت تعتبر تحف يعني غالية. نيجي نشرح بقى البلان. البلان كان عبارة عن مستطيل مكون من 3 أدوار، باين في السكشن ان هو مكون من 3 أدوار. الدور الأرضي كان عبارة عن الكنيسة، والدور الأول والتاني كان المتحف. الدور الأرضي كان عبارة عن 6 قبوات متداخلة بتدعم الطوابق العليا، أي 6 قبوات بتقسم الدور الأرضي لرواقين للصلاة، الرواق الأول والرواق الثاني. الرواق اللي كان في جهة اليمين كان بيؤدي للمسكن اللي بناه أندريا. المسكن كان عبارة عن حاجة شبه الخيمة مطعمة بالرخام والذهب، وفيها زخارف هندسية صغيرة، والأعمدة فيها كانت حلزونية. المسكن ده اتعمل لاحتواء لوحة العذراء والطفل مع الملائكة. ده شكل المسكن من فوق. الصورة دي بتوضح شكله، كان الزخارف الهندسية واضحة، وواضح ان هو مطعم بالرخام والأعمدة الملتوية باينة فيه. الرواق التاني اللي كان في جهة اليسار كان بيؤدي المسبح به تماثيل. كان فيه تمثال سانت آن والعذراء والطفل. التماثيل دي كلها كانت مصنوعة من الرخام. تمثيل اهي، دي شكل التماثيل، وده الشكل بتاع الرواق بتاع الصلاة في الجهة اليمين وفي جهة اليسار. عندنا دي التفصيلة بتبين الانتيريور بتاع المسبح ده. كان في، عشان نوصل للأدوار اللي فوق، كان في الركن الشمالي الغربي سلم لولبي بيؤدي للأدوار، الدور الثاني والدور الثالث. الدور الثاني كان متحف متصل بقصر نقابة الصوف عن طريق كوبري. النقابة دي كانت واحدة من أهم النقابات في الوقت ده. هنا هو باين الكوبري. دي الكنيسة بتاعتنا، وده قصر نقابة الصوف. هنا المدخل بتاع الكوبري من ناحية قصر النقابة، وده المدخل من ناحية الكنيسة بتاعتنا. السقف بتاع الدور الثاني، ده الدور الثاني كان عبارة عن قبوات متداخلة، برضو 6 قبوات متداخلة زي الدور الأرضي بالظبط. طبعا الدور ده اللي نقلوا فيه الكنائس، نقلوا فيه التماثيل اللي كانت موجودة بره، التماثيل الأصلية، وحطوها في الدور ده. الدور الثالث
هو مش مرسوم بس باين في السكشن. التغطية بتاعته أو السقف بتاعه كان من الجملون، كان جملون خشبي. هنا بيوضح أكتر من السكشن بتاعي. نيجي بقى للوجهات. الوجهات كان فيها تشابه كبير جدا، يعني كانت الواجهة دي تقريبا زي دي، زي اللي ورا، زي اللي جنبها، كان في تشابه كبير قوي. في الواجهات الخارجية تم عمل محاريب للتماثيل، دي المحاريب اهي باينة هنا شوية، عملوا محاريب للتماثيل، ده محراب اهو التمثال تفصيلة اكبر. فوق كل محراب كان في رمز للنقابة اللي اختارت التمثال ده او القديس ده شفيع ليها. مثلا عندنا الرمز ده، ده كان رمز نقابة الجزارين، الرمز باين اهو فاس او سكينة. في الواجهات استخدموا الترايفوليوم واستخدموا حجر الموليون لتقسيم الزجاج. في الواجهة الغربية هنا، الواجهة الغربية كان فيها بوابتين للمدخل، البوابة دي والبوابة دي. فوق احد البوابات اللي هي البوابة دي كان عندنا الكوبري اللي بيوصل من المبنى بتاعنا او الكنيسة بتاعتنا لقصر نقابة الصوف. في نفس الواجهة برضو في الاعمدة من تحت كان في افواه عادم، اللي هي الصورة دي، دي افواه عادم عشان طبعا الكنيسة في الاول كان زمان كانت مصنع للحبوب، فكان في قنوات بتمرر القمح من الادوار العليا. ده صورة بتوضح شكل السلم، شكل السلم اللولبي وهو طالع، وده الدور الثاني. ده صورة بتوضح الأمثلة التماثيل والسقف اللي هو من القبوات المتداخلة. ده الدور الأخير خالص، السقف بتاعه زي ما قلنا جملون، هو باين مش باين هنا أي، بس باين ان هو مش قبوات متداخلة، هو جبلون خشب. اكتر حاجه كانت بتميز الكنيسه دي ان ما فيهاش كل الاماكن اللي بتبقى موجوده في الكنيسه عامه، بس فيها مدبح وفيها رواق صلاه. كمان هي مكونه من 3 ادوار، ودي مش موجوده في كنائس كتير. الكنيسه دي بتمتاز ببساطه شكلها، عشان هي كانت في الاول اصلا سوق للحبوب، بعدين قفلوها وقرروا ان هم يعملوها كنيسه، وبالتالي الكنيسه كان ليها اهميه دينيه وكذلك اهميه اقتصاديه.